فمن مفاتيح الرزق الزواج وطلب العفة. وربما استغرب بعض الناس مثل هذا الكلام، يقول الزواج الذي هو الإنفاق وبذل الأموال واستئجار البيت والمهر وغير ذلك من التكاليف هو سبب للغنى، كيف ذلك؟ وهل منع كثيرا من الشباب من الزواج إلا المال؟ فكيف يكون الزواج هو سبب الغنى؟ كما قلت أول، إذا كنا نعتمد في تحليلاتنا على كلام الناس وعلى نظرة البشر فسوف نتخبط، لكن إذا كنا ننطلق من نصوص القرآن والسنة، من كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فنحن على خير. النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة يقول: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فمن أقدم يريد أن يعف نفسه ويحفظ نفسه من الحرام فسيعينه الله وسوف يغنيه الله من فضله. يقول عمر رضي الله عنه: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، والله تعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.